سعيد احمد اهلا وسهلا فيك. حياك الله والله. يلا حي. في شغله اجتمعوا فيها بالعاصوف هو تزمت. لكن انا ما بناقش التزمت اللي انتم صورتوه او تقمصتوه بالعاصوف. اللي متشددين او اللي متزمتين ما جاكم فيدباك منهم؟ ما جاك اخذ وعطاء من جه؟ ما قالوا لك ليش صورت كذا؟ ليش سويت كذا احمد؟ انا بالنسبه لي حتى في تعليقات تجينا. جاتك تعليقات؟ جاتني تعليقات. اي لا متزمتين. يعني في خبر انا سويت باحد الصحف اي جاء تعليقات عليه. اكثرهم انا طلعوا لي لا في خبر نزل بجريده في صحيفه الكترونيه زادت الناس اللي واضح انهم متشددين في المكان ذاك في التعليقات في التغريده نفسها. اللي قبل العاصفه الثانيه جاني اكثر من شخص في الخاص ما يرسلوا في العام، كان امنيتي انهم يرسلون في العام. وفي ناس تجي واضح انه متشدد، ما هو انه على الشخصيه، شخصيه سعد طيال لا، ليش انت على الدين؟ مع انه ما احنا ما تكلمنا في الدين. ابدا انا حرامي كذاب نصاب لعاب همني الفلوس. يعني انا ماني دخل في الدين. هذه الشخصيه اللي انت سويتها. يا سلام. اي فوصلوا ناس جو ناس، في ناس ما تقدر، في ناس ودها تتكلم ودها تقول اكثر واكثر بس النظام ما نعجبه. واضح.